طيب امبي ايه راي حضرتك؟ الامبي اقل شويه من السنين اللي فاتت. طبعا كلنا شايفين ان هنا يمكن بقالها يمكن سنتين او يمكن ثلاثه كمان، يعني السنه اللي فاتت كان مصارع على الهبوط، والسنه دي بدايه طبعا مش كويسه قوي. فطبعا عند حضرتك حق ان الاداء مش هو، واكيد في اسباب انا في رايي يعني غير مجرد تغيير مدربين. يعني انا بشوف اصل المدربين انت بتنقي من احسن الموجود. احسن. وبعدين دايما المدرب ما بي يعني بيعمل من الخامه اللي قدامه، يعني بيشتغل على فاكيد الموجود. في مشكله في 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 في, في اللعيبه اللي مشوا وما جاش بدلهم بشكل يعني يخلي الفرقه تمشي كويس. لاسباب بقى يعني انا يعني جايز ان انا برضو ببقى عارف جزء منها، لكن ماليش ان انا اتدخل في ادارتها، يعني لانها حاجه تخص الاداره الحاليه في النادي يعني. ولكن انا اللي شايفه ان في اسباب كتير تخلي انبي في هذا المستوى، غير ان انا اغير مدربين. لعيبة عليهم عامل كبير، لعيب في الملعب ساعه المباراه اللي انا بشوفه عليه 70% يمكن المدرب 30، صحيح قبل كده في التمرين والى اخره في 90 10 90 مدرب و10 لعيب، انما في الملعب لا، الملعب بشوف اداء ما يدلش انه عايز يكسب بشكل فيه حميه زي ما بنشوف في الانديه الكبيره. هل ممكن نربط اداء امبي ما حدث لبتروجيت ويبقى ده يعني برضه بيلخص الى حد المشهد؟ كبير الى حد كبير الى حد كبير طبعا، لان دايما انديه المؤسسات بتعتمد على انها بتدي النادي فرصه، بتدعمه جامد جدا في الاول وبتديله مساحه من الزمن ان هو يقدر يعتمد على نفسه بقدر الامكان يعني، ويقلل بالتدريج الدعم لغايه ما يبقى صفر ويمكن بيكسب بعد كده يعني. ده كانت التخطيط الاولي يعني. فممكن جدا يكون عدم الاهتمام والتمويل المناسب، تمويل لثغرات يعني. ما انت اصلك دلوقتي الاسعار اللعيبه مش دي الاسعار اللي كنا بنشتغل بيها احنا اصلا. من لا يعني في ايرادات جيده من خلال بيع اللعيبه، في ايرادات بس ممكن بيكون لازم يحتاج دعم تاني، لان الايرادات اللي بتيجي برضو مع عقود اللعيبه كترت، ما هي في بنود كتير بتصرف عليها ما تسويش يعني. فعايزه تدخل من الادارات الشركات بشكل اكبر، وده يمكن اللي حصل في بتروجيت وان شاء الله ما يحصلش في انبي، لان احنا مش هنسيب الدنيا تمشي كده برضه. اكيد انبي فريق مهم وفريق يعني اضاف كتير للكره المصريه الحقيقه في السنين اللي فاتت. طيب